السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الميني فلوق قصير. تحياتي لاي واحد فيكم. المهم الاخوان، انسان اللي باغي يشري في قاصة وكيفكر يشري في قاصة وما عندوش فلوس وبزاف الحوايج كيفكر ليهم بزاف العوامل، عندي لك الحل اخي. الحل كيما كتشوف اخويا، تشري واحد 10 دجاجات ولا 15 دجاجة، عايش قام عليك بواحد 15000 ولا تقريبا 900 درهم. هاد 15 دجاجة اخي تقام عليك واحد 900 درهم، 60 درهم دجاجة يكونوا ملاح كبار قد هاد الحجم ديال هادي ولا الحجم ديال هادي ولا الحجم ديالها مويه. هادي الحجم ديالها كبير، هاديك الحجم ديالها مويه، ولكن تا هي الحجم ديالها كبيرة اخي، تا هي بلدية زوينة. غادي تشريهم ويكونوا اصليات بلديات. قلب لي يا خويا على البلدي، الرجلين ديالهم يكونوا بويض ويكونوا بلديات، فهمتي؟ يعني البلدي اخي كيقرق، الدورة ديالو هي 15 يوم وتيقرق. اشحط لكل وحدة 12 بيضة، عرفتي؟ 15 دجاجة اشحط لها 12 بيضة، راه 15 دجاجة كتخرج لك نديرو حنايا كل 10 5 ب 50 و 5 ب 50 هي 100 و 150 تقريبا شي 180 بيضة. يعني اللي وفي واحد الدورة ديال واحد شهرين يقرقولك تحط له 180 بيضة، راه تبارك الله، راه الخير هذا ما ينعلبوش في قاصة. وتخدم في يومين، تخدم بالسلالات كل مرة وتحضر حاجة والنتيجة قدامكم. هادو راه النتيجة ديال 3 دجاجات، مازال ماتو منهم شي 5 الكتاكيت اللي ماتو. وهاد الخير هو هذا، عايش تبارك الله، اللهم بارك. ايوا هادي النتيجة اخوان، اللهم يسر لينا وليكم.